انت ادخل واعمل مقدمة، انا اقطع فقط الصوت واعمل تشغيل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أنا آسف كثير أصدقائي، يعني بصراحة ضاع منا كل شيء في اللحظة الأخيرة، وأنا آسف. أنا بتمنى تلاقوا اللينك، والأخ ليثم ببعت اللينك، فبعتذر كثير على هالخربطة هي، كله بسبب التكنولوجيا ودعاءات الصلاعمة. يظهر دعاءاتهم مشي حالة، وما بعرف شو عم بيصير. يعني على الأخير بدنا نآمن بصلعم، شايف؟ آسف كثير مرة ثانية. طيب خلينا نرحب بليث. ليث، أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبي جان. نعم، لكن نحن معنا الحنفية بإذنها نفوز ونعمل دائما لينكات وتشيرات جديدة. بإذن الحنفية، بإذن الحنفية. طبعا المفروض يتصل يكون معنا الأخ أحمد حرقان، والأخ أحمد ما بعرف صراحة شو صار معه، كمان هو صار معه مشاكل فنية أظن. والأخ إسماعيل حكينا معه اليوم، حكينا تقريبا ساعة ونص عم نحكي أنا وهو والنبي سامي الذيب والأخ أحمد، بس بالنهاية الأخ إسماعيل كان تعبان وراح على البيت، فما قدر يكمل معنا ويقدم معنا الحلقة. آسفين كثير على هذا. وأخونا أحمد يا ريت يلتحق فينا قريبا. طبعا راح يكون معنا الأخ دانيال قريبا، أتمنى كمان يكون يلتحق فينا. طيب خلينا نبدأ. ليث، ما في غيرك الله في الساحة، نعم حبيبي. انتظار البقية. يعني آسفين كثير أصدقائي، بصراحة آسفين كثير على هالخربطة هي، وتأخرنا صار تقريبا أكثر من 3 ساعة يعني على الموعد، وسوينا رابط جديد. فبتمنى إذا أصدقائنا يوزعوا الرابط هذا على الفيسبوك أو على أي مكان ممكن يعني يشوف. أخي ليث، خلينا نبدأ بموضوع إسماعيل. أنا أول شيء يعني أهني أخوي إسماعيل إنه خرج بدون أي مشاكل، بدون أي، ما تعرض لأي يعني نوع من أنواع الاضطهاد في داخل مقر الأمن العام وهالمسائل هاي، وأنا أهنيه على الخروج هذا، وأتمنى له السلامة، وأتمنى لكل شخص السلامة. خلينا نبدأ ليث، برأيك يعني شو خطورة إنسان مثلي، مثل إسماعيل، مثلك، إنه عم يعني كل ما هنالك إنه عم يبدي رأيه ويسمح للناس إنه تبدي رأيه على قناة صغيرة في اليوتيوب، شو خطورته على أمن الدولة؟ خلينا نتفضل. تمام، السؤال وجيه، شو خطورته شيء وشو خطورته على أمن الدولة شيء ثاني. لأنه شو خطورته، أنا أقول ممكن أن أقول لك إن كنت صلعمي أو كنت بائع الظلام فخطورته كبيرة، لأنه منور، لأنه ينشر النور ولا ينشر الفكر، فهو أخطر ما يكون، أخطر من سلاح، أخطر من إنسان عنيف، أخطر من أي شيء بالنسبة للفكر الظلامي. لكن بالنسبة لأمن الدولة أو بالنسبة للأمن فقط دون الدولة، صراحة من يعرف إسماعيل يعرف أنه أدلع من يسوع الدلوع كما تقول. إذا أنا صراحة فوجئت كثيرا، ونظن كلنا فوجئنا بهذا الأمر. لأنه قبل ما ندخل في صميم الموضوع، بمعنى أنه نفكر سوا حول فكرة أصلا أمن الدولة، أو فكرة أنك تأخذ شخص بدون محاكمة وبدون وثائق أو بدون، هذه أفكار ظلمية مضى وقتها، لكن ما زالت في بعض الدول للأسف. قبل ما نمر في هذا الموضوع الجوهري، يمكن أن نأخذ فقط الفكرة، ماذا فعل إسماعيل كمواطن ليؤخذ من طرف أمن الدولة؟ هل انتهوا الصلاعمة؟ هل انتهوا الدواعش؟ هل انتهوا السلفيين الذين يكفرون السيسي كل يوم جمعة في خطبهم؟ هل انتهوا دعاة الظلام والقتل والتشريد؟ إذا انتهوا هؤلاء، أنا أفهم نبدأ نبحث عن سراق التفاح ومن يعمل فيديو غير جميلة في اليوتيوب. لكن ما دام فيه وضع أمني شائك، مشاكل تفجير، مشاكل عنف، مشاكل ضد السياحة، مشاكل أمنية حقيقية تهدر قوة أمنك في إيقاف شخص يعمل قناة على اليوتيوب، دون أن نتكلم أصلا عن آراء عزيزنا إسماعيل أنه هو أصلا مؤيد ومساند للسيسي والآخر، دون أن ندخل أصلا في هذه الأفكار، ماذا فعل؟ بأي طريقة هدد الأمن الوطني أو أمن الدولة؟
بأي طريقة، ليست ما فيه أصلا داعي لهذا الأمر. وحتى وإن كان فيه داعي فالخطورات مستويات. أنا بالنسبة لي الداعش الذي ممكن أن يفجر نفسه لتدمير السياحة في مصر أخطر آلاف المرات ومئات المرات ومئات الآلاف المرات من إسماعيل. النقطة هذه. فالشطر الثاني فكرة أمن الدولة أصلا. كيف ممكن نذكر مشاهدينا كيف جرت القصة؟ إسماعيل تكلم مع شرطي، مع شخص من أمن الدولة، طلب منه البطاقة، شافها، شاف فيه، بص فيها، بص فيه، ثم أخذ منه البطاقة وقال له تعال غدا. أصلا هذه المعاملة لا معنى لها. كيف أنت تأخذ بطاقتي؟ بأي حق؟ بأي قانون؟ هل نحن في غابة؟ أوكي تطلب مني وثائقي اللي تعرف من هي شخصيتي، هذه ممكن يكون عندها معنى، لكن تعيد لي وثائقي. كيف تأخذ وثائقي وتقول لي تعال غدا بدون شرح أي شيء؟ أمر غريب. يذهب أخونا إسماعيل الغد، هو فاكر أنه سيأخذ وثائقه بعد ساعة أو ساعتين أو أمر كهذا، وبه يقضي كل اليوم وحتى الليلة هناك دون أن تعلم زوجته أين هو ولماذا هناك. لما يذهب يسأله لا نعطيهم أي معلومة. ما هذا الأمر؟ ما هل هي هذه دولة؟ هل هي أصلا دولة؟ قبل أن أقول دولة قانون، أنا بالنسبة لي هذا عمل المافيا. يأتون لك في المتجر ويقول لك هل دفعت البيتزو، وإن لم تدفعها خذ الوثائق وخذ السرعة وخذ المال وتعال غدا للمركز ولن تعود. بالطبع عمل مافيا، ليست عمل دولة وليس أصلا عمل أمن. غباء، لا عندي كلمة من غير هذا حبيبي. صراحة ما يعني ما بعرف، غباء إلى أبعد الحدود يعني، للأسف الشديد يعني. كلمات تخيفهم بصراحة، كلمات يعني مجرد كلمات تخيفهم يعني. أنا بدي أفهم بس شغلة واحدة ليث، إنه الخطورة مثلا بيقولوا خطورة يعني على المجتمع، على هالبيئة هي. طيب خلينا نقول إنه خطورة على شو يعني؟ على إن إحنا هلا في رقي كامل وفي رقي عظيم، ونحن في قمة الأمم، وهالكلمات هاي بدها تكون خطورة علينا عشان ترجعنا لمئة سنة لورا يعني خطورة على شو؟ بس بدي أفهم هاي. طبعا معنا الأخ أحمد، خلونا نرحب بالأخ أحمد، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. أهلا يا جون، أهلا يا ليس، أنا مبسوط إن أنا معكم النهاردة. فين إسماعيل وفين الرجالة؟ بصراحة البرنامج كله تخربط اليوم، على أساس يكون إسماعيل وأحمد ونبينا سامي الذيب. حكينا الظهريات أنا ونبينا سامي وإسماعيل وأحمد. إسماعيل قال أنا تعبان وما ممكن يعني أقدر أكون معكم، فنبينا سامي الذيب انسحب على أثر إسماعيل، وأحمد على أساس يكون معنا. أحمد لهلا ما مبين له أثر، ما بعرف شو القصة يعني. أسفين كثير لأصدقائنا، بعتذر كثير لأصدقائنا. أخي أحمد، أنا كنت عم بقول أخوي ليث يعني الصلاعمة بيقولوا أنه الفكر الملحد، فكر الإلحادي لما بيطلع وسبيك أوت هيز مايند، يعني لما بنحكي اللي جواتنا على قنوات يوتيوب صغيرة، بيقولوا هذا خطر على المجتمع. هل المجتمع، بدي أسألك أحمد، هل المجتمع في قمة الرقي وقمة الحضارة وقمة التقدم ونحن جايين نوصل هالمجتمع هذا يعني للانحطاط مثلا يعني بكلمات؟ تفضل. الحقيقة طبعا هو يعني هي خربانة يعني هناك. احنا بالعكس، احنا بننقل ثقافة الغرب العلمانية، او بنحاول بس ثقافة الغرب العلمانية، بما اننا عايشين في مجتمعات متحضرة، مجتمعات راقية، مجتمعات تعرف قيمة الإنسان وحقوقه. بنحاول إن إحنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي نقول يا جماعة الحياة مش كده، الدنيا مش كده. حتى أنت لو عندك معتقد معين أيا كان هو، عليك هو عليك واجبات. بمعنى فرض السيطرة والعنصرية، وإن أنت تفتكر إن أنت أحسن من غيرك، دي مش موجودة اللي عندكم. ما إحنا أهو في بلاد الكفر، تروح عليها بلاد الكفر، 100 ملة و100 كولر ومختلفين من كل أنحاء العالم، ومع ذلك we live in harmony، يعني كلنا عايشين في انسجام، وده بسبب العلمانية، لأنه كلنا أمام القانون متساويين.
فاحنا لما نيجي نقول لكم يا جماعه في بلادنا ساو بين المسلم بين المسيحي بين العلماني بين الملحد بين على وريفر هو البليف بتاعه ايه دوت من مصلحه المجتمع، احنا ما بنأذيش المجتمع، احنا نأذي المجتمع امتى؟ لما اقول انا افضل من الجميع وانتم كلكم لازم تسمعوا كلامي، وده اللي هو ماشي بالاسلام. الاسلام بيقول هو كده، هعلق ميكروفون على الجامع وهقدم 5 مرات، تنزعج بقى تولع، هو ده نظامي، واذا كان عاجبك مش عاجبك اخلع، مش هو ده الاسلام؟ يبقى مين اللي كلامه منطقي؟ احنا العلمانيين ولا فتحه الصدر؟ انا مين يا انا ميمو يا بالعافيه هعورك اجيب وشك بالمطوه. ما هم كده، هم بلطجه، وقتنا فتحه صدر وبلطجه، وانا متاكد ان في منهم بيسمعني دلوقتي، انتوا بلطجيه، انتوا ناس عايزين تفرضوا رايكم وبالعافيه وده الكلام ده طبعا ما ينفعش. بكل تاكيد احمد، بكل تاكيد. ليث، شو رايك باللي قلته مثلا، انه يعني هل نحن في قمه الحضاره وفي قمه التقدم ويجي شخص مثل اسماعيل ولا مثلك مثلي مثل احمد بده يخرب هالتقدم هذا والحضاره هاي؟ يا عم نخرب ايه يا عم، احنا خلي اللي مش عارف بقول لك مجنون اللي بيستمع عاقل، يعني ازاي نخرب ايه؟ طب يعني احنا بننقل لكم ازاي الناس عايشه في تحضر وتقدم باحترام الاخر وسماع صوت الاخر، انتوا واخدينها بلطجه، واخد بالك؟ الملحق ان هو يفرض سيطرته ويفرض رايه وبالعافيه وبالعنف وبالسلاح وبالقتل وبالتهديد وكل الكلام ده، كل الكلام احنا ازاي بس ازاي احنا في خطوره علينا، ده احنا بالعكس ده احنا بنكسر التابو الغبي ده وبنحاول ان احنا نوصل فكر التسامح وتقبل الاخر، تقبل الاختلاف، يبقى احنا ازاي احنا مؤذيين؟ مش فاهم. احنا بنؤمن بالانسانيه، احنا اي حاجه فيها انسانيه احنا وراها معاها، احنا ضد العنف، احنا ضد القتل، احنا ضد الشريعه الاسلاميه في تطبيق الحد على المذنب السارق القاتل، لا احنا مع الانسانيه ومع العقل، هم المشكله عندهم هم. بس انا اقول لك بقى هم ليه بيعملوا فينا كده، هناك هم ليه بيعملوا فينا كده، البلاد دي ماشيه اللي ماشيها الدين، يعني محكومه بالدين، يعني لما تحصل مشكله ولا يحصل وباء الحكومه مش قادره ان هي تجيب المصل للمواطن، يقوم الازهر يطلع يقول ربنا هيبعت الفرج، ده انتوا عشان ما بتصلوش كفايه، ده انتوا عشان ما بتزكوش كفايه، انت واخد بالك؟ يعني انت واخد بالك، يعني هم بيستغلوا موضوع الدين ده في ان هم يمشوهم زي سوري، يعني المشيه، واخد بالك؟ فانت لما تيجي تكسر بقى الموضوع ده وتقول لهم لا ده الموضوع ده خرف وفي علم وفي منطق وفي عقل وفي والموضوع ده مش صحيح، وفي منهم يستجيب وفي منهم يحاول يبحث ويعرف الحقيقه، طبعا هم كده انت كده بتعصيهم على الحكومه، ففهمت هم خايفين من ايه؟ بس تمام تمام احمد، شكرا كثير. طب خلونا نرحب باخونا احمد حرقان، و اسفين احمد يعني خربطت معي الحكايه، ما بعرف دعوات الصلاه اللي هي الظاهر عم تشتغل يعني. ولا يهمك حبيبي، جلده الحنفيه حيحمينا يعني. اكيد اكيد احمد، شفت يا جاني قول الصحابه واحد، حتى انا قلت نفس الكلمه في البدايه بالضبط. يظهر انا ما بدات باسم جلدة الحنفيه، لذلك صار معي اللي صار، بس معي اتصال، انا فتحت سكايب مع اتصال من الاخ جانو. اخي جانو تفضل. تحياتي حبيبي جان، طبعا اليوم كنا منتظرين بفارغ الصبر. اول شيء بقول لاخي اسماعيل الحمد لله على السلامه، ونحن معك ومع كل الاخوه المجاهرين واللي بيحكوا الحقيقة. طبعا تحياتي لك وللأخ أحمد ولليو وأحمد دنانا. يعني عيب على الدولة أنه بدل ما أنه يروح يمسك بالإرهابيين مشان تكون في الأمن في الدولة مستتبة، يروح يمسك بالمتنورين والأشخاص اللي بيفتحون عقول الناس وبيديهم بصيرة والفكر مشان يشوفوا الحقيقة فين كاملة. يعني عيب على الدولة إذا هي الدولة حقيقة بتحترم
تسوي هيك اعمال. ومره ثانيه بقول لاخي اسماعيل احنا معك وقلبنا كان معك وراح يضل مع كل الاخوه، مش فقط مع اسماعيل ومش فقط مع استاذنا سيد القمني، مع كل الاخوه المجاهرين. تحياتي لكم. شكرا، شكرا كثير جامع، شكرا كثير. طيب احمد بس دقيقه اسكر سكايب لانه بس بدي اخذ من وقتك. الله بصراحه يعني احمد كنت عم بقول للشباب انه هل نحن في قمه الحضاره وفي قمه التقدم وما شاء الله يعني اختراعاتنا ما عم نلحق لها، وحتى يجي راي شخص مثلي مثلك مثل اسماعيل مثل ليث يعني يأثر ويشكل خطورة على هالمجتمع هذا المتقدم المتحضر؟ لا طبعا رأي التنورين لا يشكل أي خطورة على المجتمع ولا طبعا اللي بيفهم، أي حد بيفهم حتى لو كان ضابط أو في الأمن أو سياسي أو كده هيعرف إن ما فيش أي خطورة مننا على البلد. بالعكس يعني ده هو تقريبا الحل الوحيد لإنقاذ البلد ديت، إن صوتنا يتسمع وإن الناس تتحرر من الخرافة ومن من أغلال هذه الديانة التي يعني أفسدت المجتمعات، ويشهد العالم كله على تخريبها لبلادنا بالكامل إلى حد إن إحنا فعلا في مأساة يعني مثل مأساة الحرب العالمية الثانية. ويعني حبيبي احمد بس الصوت عندك بالله والميكروفون بس قربوا على تمك مثلا بس عشان يطلع الصوت عالي. نعم الصوت كده. طيب كده عالي كده كويس ولا مش عالي؟ تمام 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 اما يعني كده احسن ولا ايه؟ احسن هيك كتير، احسن هيك كتير. نعم معلش انا اسف، النت عندنا بيبقى احيانا بيفصل يعني، معلش انا بتكلم عن صديق لي يعني. أكيد 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 أكيد. لو الصوت واضح يعني أكرر كلامي تاني يعني اللي أنا قلته من شوية. يا ريت بس علي بس قرب الميكروفون جنب تمك هيك مشان نسمع أكثر. أها. إن إحنا ما نشكلش أي خطورة على ال على الامن. والقاسي والداني بيعرف ان التنويريين واللي هم المتحررين من الخرافه يعني لا يشكلون اي خطوره على البلد ولا على الناس ولا، وبالعكس يعني زائد ان احنا بنكتر جدا وبنتسارع وبشكل متسارع يعني وبنزداد وبينضم لينا كتير يوميا عدد ضخم جدا من الناس في جميع انحاء هذه المنطقه من العالم، واحنا يعني بننتشر وأفكارنا بتنتشر بسرعة شديدة من خلال الإنترنت ومن خلال السوشيال ميديا، وده مفيش حد هيقدر يوقفه خالص يعني. وبعدين اعتقال حد أو القبض عليه أو كده بيزودنا إصرار وبيزودنا حماسة يعني مفيد يعني بالنسبة لنا يعني. يعني لما بيعتقل حد كلنا بنتآزر وبنتحد أكتر وبنهتم اكتر، واللي مش واخد باله بياخد باله وما بنسكتش يعني، ما بيفضلش حد مننا محبوس واحنا ساكتين يعني، بنفضل نتكلم بدون يأس وبدون ملل يعني. يعني السعودية بتعتقل رائف بدوي من سنين ولم يتوقف النشطاء يوما واحدا عن الهتاف وعن تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع عواصم العالم، وكلنا نحتاج بكل بوسيلته يعني. يعني انا رفعت على قناتي فيلم وثائقي هام جدا يكشف السعوديه، واسمه الكشف عن السعوديه او رفع الغطاء عن السعوديه، ومترجم الى اللغه العربيه فور ان اتاحت الشركه التي انتجت هذا الوثائقي اتاحت للناس رفعه يعني على اليوتيوب مجانا ونشره مجانا وتداوله. فقلت انا حينما رفعت هذا الفيديو انني سوف ارفع هذا انشر هذا الفيديو من على جميع منصات التواصل الاجتماعي يوميا، يعني يوميا لابد ان اعمل شير على المقطع من خلال جوجل بلس وتويتر وفيسبوك. واتمنى ان يفعل هذا ايضا كل من يسمعني الان، ان يقوم
بعمل شير لهذا المقطع وهو فيلم وثائقي موجود على قناتي وستجدونه أيضا على قنوات أخرى في يوتيوب، اسمه الكشف عن السعودية أو رفع الغطاء عن السعودية، وموجود ومترجم. فهذه أيضا إحدى وسائل الاحتجاج، ونحن لا نمل أبدا. يعني أنا حينما أقول أنا سوف أنشر هذا المقطع يوميا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أنا سوف أفعل هذا إلى أن يخرج رأي بدوي. بكل تأكيد، وشكرا أحمد، قلت لنا يعني أنا بتمنى مثل أصدقائنا إنه كمان يرفعوا الفيديو هذا على اليوتيوب وعلى صفحات الفيسبوك وتويتر، وطبعا راح نعمل كمان، أنا راح أرفع وراح بصراحة أنا ما كنت أعرف بالفيديو، بس حاليا بما إنك ذكرتنا فيه أكيد راح أدخل وراح أرفع الفيديو كمان على اليوتيوب. ليث، بدي أسألك، هل الله بحاجة لحماية؟ يعني هل الله هو عاجز عن إنه يحمي نفسه أو يحمي كلمته أو يحمي دينه حتى تجي مثلاً ناس تانية تدافع عنه وتحميه؟ يعني أجمل سؤال حبيبي، أجمل سؤال. لأنه إله الإسلام على الظاهر أنه عاجز جداً، لأنه أغلب أتباعه، وهو حتى أصلاً يأمر في القرآن أن يدافع عليه، وهو أصلاً يحمل السلاح ويحمل السيف، ممكن يحمل حتى العمامة جل جلاله. صراحة إله الإسلام بشري بامتياز، يغضب، يفرح، يكره ويحارب. إذن لا 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 أتفاجأ تماما لما أرى المسلم يعيد نفس السيناريو، يعيد نفس الطرق، فقط ب2.0 بالوسائل الإعلام والإنترنت والآخر، يعيد نفس السياق، نفس الطريقة، نفس نفسية محمد التصغيرية للآخر، الاحتقارية. أنت فاكر التعليقات، الحلقات اللي نعملها في الجهر بالإلحاد لما نتكلم عن تعليقات المسلمين، الأوجه السوداء، ممكن يعملوك أبا جهل، ممكن يصغروك لما لا يكون ممكنين هذه الطريقة. ولما يمكنوا نراه في داعش، القتل، السبي، الذبح، التهديد الجسماني إلى آخره. المشكل في قضية إسماعيل هو أنه من جهة فيه الصلاعمة وفيه الدواعش وفيه التهديدات اليومية، ومن الجهة الثانية فيه الدولة. وهذا هو الأمر الغريب، لأنه إحنا نتكلم الآن على أمن الدولة، فيه كلمة أمن وفيه كلمة دولة. ما دخل الدولة في قضية معتقدات شخصية، وما دخل الأمن بإسماعيل؟ هذا هو المشكل. بالنسبة لإله الإسلام فهو إله ضعيف، يحتاج دائما لمن يناصره ومن يحارب له، ستبقى دائما هكذا ما دام ماذا بقي هذا الدين، سيبقى دائما إله عبر نفسية رسوله. لأنه إله الإسلام ما هو فقط النفسية الثانية لمحمد، النفسية الضعيفة اللي تحتاج إلى الدفاع وتحتاج لمن أمن ينصر الله ورسوله، أو شوفوا من نصر الله ورسوله ويفتخر بسفاح دماء وبقتالي أطفال. إذن ما هو إلا النفسية الثانية، هو ذريعة محمد في كل مشاكله النفسية، وإحنا ما زلنا سجناء في هذا النفسية. إذن بالنسبة لي قضية إله الإسلام، هذا ممكن أي شخص يفكر، مسلم يفكر في هذا الموضوع، يقول كيف الإله يحتاج 5 غنائم؟ كيف الإله يحتاج أن ندافع له؟ كيف الإله يحتاج أن نحارب له؟ أصلا هل الإله بحاجة لأي شيء؟ إلى آخر من هذه الأفكار، ممكن وحده يطلع من الدين. هو على كل حال طلع بهذه الأسئلة لأنه مش عليه أن يسأل أصلا، لكن قصدي أنه ممكن يتنور في حد ذاته. لكن قضية إسماعيل، أنا بالنسبة لي كمواطن من العالم، كمواطن منتبه أستغرب كيف دولة مثل بحجم مصر يكون لها جهاز غامض بهذه الطريقة. لأنه صراحة أنا اكتشفت مع هذه الحادثة أكثر عمقا، كنت عارف أنه فيه أنظمة كهذه، لكن تفاجأت أنه ممكن أن آخذ شخص بدون محضر، يمكن أن آخذ شخص أضع ساعات ولا أعطي أي معلومة، وسمعت حتى أنهم لم يكونوا مجبرون أن يقولوا أين هو. عملوا فينا خير لما قالوا لنا نعم إسماعيل محمد معنا، كان ممكن لا يقولوا شيء. واو، كيف قانون يسمح بهراء كهذا؟ انتهاك للحقوق لأقصى درجة. وممكن نستغل هذه الفرصة للكلام في هذا الموضوع. إذا كان نجس للنبض فقد نجسوا نبضنا، احنا مستعدين. وكما قال أحمد في قضية رائف، ما دام ما زلنا نتكلم وما زال العالم كله يتكلم وواصل، وعلى إشارة أنه رائف أخذ جوائز تقديرية لعمله
للعطاء اللي يعطاه، حتى انه فقط فكر، بلوج حبيبي، بلوج 1000 جلدة، امر لا يمكن ان يحدث الا في السعودية صراحة. ممكن كانت تبقى قصة خرافية لن اؤمن بها، لكنها حقيقة، حقيقة في الواقع. يا مشاهدينا، يا مسلم إن كنت تشاهدني، لا تقل أن هذه الأمور لا علاقة لها بالإسلام. فكر شوي، ابحث في دينك ثم قل لها لا علاقة لها بالإسلام. لا تقل عاطفيا لا علاقة لها بديني لأني أنا شخص جيد ولن أفعل هذا الأمر. أنت ممكن لن تفعل هذا الأمر، لكن 1% بسيكوبات في كل المجتمعات إذا أعطيتهم نصوص بين أيديهم بهذه الوحشية يفعلوا هذه الأمور. وفيه دول بأكملها تعمل هذه الأمور، فيه دولة باسم دين تقطع رؤوس ناس منذ سنين. يا حسرتها. صدق ليث، يعني بصراحة أنت عم تستغرب إنه دولة بحجم مصر، أو خلينا نقول الدول الشرق أوسطية هي العلمانية، تدعي العلمانية. يعني أنت لم تدخل أقبيت المخابرات السورية، هي الدولة العلمانية اللي، وقبل الأحداث يعني، ما مالنا بالأحداث، هي الأحداث الأخيرة اللي صارت من 5 سنين، يعني قبل الحرب وقبل كل شيء. يعني تدخل أقبيت المخابرات كأنك دخلت ليس أقبيت مخابرات السعودية ولا أكبر دكتاتور ولا السوفيتية ولا أي خلافة إسلامية ولا داعش حتى بصراحة يعني. وكله باسم الدين، يعني كله باسم الدين، يعني النظام السوري ولا النظام السعودي ولا النظام المصري أو الليبي، كان أي أنظمة بتلاقي في عندها مفتي الجمهورية أو مفتي المملكة أو مفتي كذا، يعني ما بتاخد قرار إلا يكون المفتي حابكها مثل ما بقولوا، يعني حاطط بصمته وموافق وبطالعوه بالواجهة، وإنه يا شعب ها في عنا هذا المفتي. فتصور يعني مثلا عنا بسوريا حافظ أسد كان صهره مفتي الجمهورية كفتاره، كان صهره ل أو يعني في قرابة، يعني في تصور إلى أين العلاقة. على كل حال، أسماء علمانية وكلهم نتيجة الفكر إنه بدنا الخلافة، وكلهم وراء أمير المؤمنين هم كالعادة حبيبي جان أخذوا القشور، كالعادة كعادتهم أخذوا القشور، بمعنى كلمة العلمانية، أخذوا لبس العلمانية وبقوا بنفس التفكير التعسفي والديني والمضطهد للناس. هذا هو المشكل المجتمعات هذه، أنها تأخذ دائما القشور، تأخذ اللبس وتأخذ كلاشنيكوف لكن تقتل بها الأشخاص وتحاكم بها في الشوارع، تأخذ الكتب لكن تحرقها، تأخذ الأسماء أو الوسائل الإعلامية لكن تعمل كاميرا وفيديو على قتل وعلى سفح، تأخذ تقنيات هوليوود للأفلام ولمتعة المشاهدين وتعلم بها بروباغندا، تعمل بها بروباغندا للإرهاب وللترهيب. هذا، ونأخذ دائما القشور، واللب نفس الزبالة كما تقول، اللب هو نفس الغراء. للأسف الشديد. طيب أحمد، في أحمدين عندي، راح أروح لأحمد حرقان أول شيء وبعدين أرجع لأحمد دنانة. أخي أحمد، طبعاً نحن بنعرف ضباط الشرطة، ضباط المخابرات، يعني بتخرجوا من الجامعة حتى يكونوا ضباط. برأيك هل هالتعليم هاي، هالثقافة هاي، شو ثقافتهم ضباط الشرطة، ضباط المخابرات، شو ثقافتهم، شو الفكر اللي بيحملوه؟ طبعاً صوتي مسموع؟ اسمعوا حبيبي، في تفاوت ما بين الضباط طبعا، زي ما في تفاوت ما بين جميع افراد المجتمع، وفي ضباط عندهم وعي وفي ضباط جهله، وفي ضباط متدينين يعني موثنين مؤمنين بالخرافه، ما زال للاسف في طبعا اكيد في ضباط كتير، نسبه كبيره جدا من ضباطنا وثنيين ومؤمنين بهذه الخرافه، يعني هذا الاله السماوي المجنون. فاكيد أكيد في بلد مش بتحترم القانون، فيها لا يحترم بشكل كامل، يعني هيبقى في نوع من الفردية في اتخاذ القرارات، من نوع مثلا استجواب فلان أو القبض على فلان أو التحفظ على فلان، يعني هيبقى في هامش كبير للقرارات الفردية اللي من النوع دوت، وللاجتهاد الفردي. يعني لما بيكون في احترام كامل للقانون ودولة منظمة وكده، ما بيبقاش في مجال لحتى الضابط الوثني المتدين ان هو يدخل تدينه في شغله يعني.
طيب انا اروح بالسؤال للاخ احمد دنانا، ايوه باشا. شو ثقافة الضباط الاحرار، خلينا نقول ضباط الشرطة، ضباط الشرطة المخابرات، هذول اللي بيعتقلوا الناس فقط لكلمة بيقولوها؟ تفضل. يا باشا 50% حضرتك مش عارف انت سمعت الموضوع ولا لا. حضرتك 50% وبابا احيانا بيكون استاذ في الجامعه ليه واسطه او عضو مجلس شعب او لواء متقاعد شرطه او لواء جيش وبيدخلهم عيالهم، يعني ابن الضابط في مصر بيبقى ضابط ب 50%، ابن الممثل بيطلع ممثل، ابن الدكتور بيطلع دكتور، هي مصر كده واخد بالك، مفيش مجال. لا لا لا، سوريا سبقتكم، سوريا سبقتكم، صدقني في ممثلين، كل اولادهم ممثلين، كلهم موهوبين بالتمثيل. كله موهوبه. فطبعا انت منتظر ايه من واحد مقضيها نوادي وما يعرفش حاجه، ما اتعلمش حاجه في حياته غير ان بابا جامد وبابا يقدر يكسر الدنيا، ولما بينجح في الثانويه العامه بابا بيدخله كليه الشرطه، انت منتظر بقى ان ده يبقى مطلع على نظريه داروين مثلا او يعرف يعني ايه بيج بانج؟ مفيش حاجه زي كده. دي خيبه تقيله طبعا، يعني دي خيبه تقيله احنا فيها في مصر، بس هنعمل ايه بقى؟ يعني ايه الحل؟ واخد بالك؟ انا هعدي الميكروفون لاحمد حرقان يكمل ثواني وارجع لكم. طيب طيب ولا يهمك. احمد، ثقافه الوراثه، ثقافه الوراثه، يعني مثل ما اخ احمد دنانا قال انه الاب الممثل تلاقي اولاده كلهم مسلمين، بصراحه عندنا يعني حدث بلا حرج، المختار يعني العمده عندكم الصغير للكفر للقريه هي، ابنه لازم يستلم بداله المخترة، او رئيس بلديه ابنه لازم يستلم البلديه، وهيك ثقافه الوراثه تكونت. يعني عندنا نحن ورثنا بلد كامله في سوريا. شو رايك انت بهالثقافه هي؟ منظومة بالكامل، منظومة العفن يعني منظومة بالكامل فاسدة وتحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يأتي من وجهة نظري من قواعد المجتمع، من الشعب، من جميع أفراد الشعب، وهذا يحصل عن طريق التنوير والتعليم. بالظبط كده، بالظبط. هو جاب الفولة، التعليم عندنا جون واصل لمراحل صعبه جدا، يعني انت حتى لو تحط على جوجل نظام التعليم في مصر هتلاقي مصر من مستوى 100 حاجه ومش عارف 50 في يعني حاجه كده رايحه في 60 داهيه. فهو ازاي انت تنتظر ان تيجي اجيال طالعه بتتعامل بادميه وانسانيه وهي اصلا ما اتعلمتش؟ يعني احنا انا بودي عيالي هنا المدرسه اهتمام غير عادي بالطفل، يعني انا عندي بنت عندها 3 سنين بتروح البري كي، بيعلموها ايه تخيل؟ بيعلموها التعاون مع زمايلها، يعني هي بتروح اليوم تتعلم ازاي تبقى متعاونه مع الاخرين. انت بص بينموا في العيل ايه عشان يطلع يبقى تيم وورك، يبقى بارت من التيم وورك. احنا ما عندناش كده، احنا كله عايز يعمل معلم وكله بيحب يعني حتى يتكلم في الغلط ويعمل يعني ويستمر، انا اللي بفهم والناس ما بتفهمش. ده معتقدهم، ده ثقافتهم. مفيش هنا كده، كل حاجه هنا ماشيه بمنهج علمي، تعليم الطفل بمنهج علمي، الكتب الدراسية دي محطوطة بناء على مناهج علمية، ما بيتكتبش فيها إن السيسي حررنا من الأشرار، ما بيتكتبش الكلام ده، ما بيتكتبش فيها إن عبد الناصر ده كان بطل قومي، ما بيتكتبش الكلام ده. ما بينسبوش للحكام حاجة، يعني ما تلاقيش مثلا جورج بوش مكتوب عنه حاجة في التاريخ للأطفال، يعني هو عادي كان رئيس يعني هداة الشبني وخلاص واتحل على المعاش. زي أي حد تاني يعني إيه اللي عمله يعني؟ بس تلاقي مثلا واحد زي مثلا نيوتن، طبعا مين هو نيوتن وعرفوا الاولاد بيه؟ ده اللي احنا المفروض نعمله، احنا ما عندناش الكلام ده. واخد بالك؟ احنا نتكلم عن الزعماء ونبجل فيهم ونمجد فيهم. ضابط شرطه ايه يا معلم؟ انت تنزل مطار القاهره تلاقيه قاعد بيختم للناس دخول وماسك في ايده السيجاره، مين بيدخن في المطار؟ يعني والله انا بكلمك بجد، انزل مطار القاهره ويشتم في ده ويلعن في ده وياخد ده بالقفه وبتاع قدام الناس وقدام السياح اللي جايين، وقاعد مش يعني شايف نفسه قوي ماسك السيجاره، انت على ايه يا حبيبي؟ واخد بالك؟ وبعدين بقى لما يعرف ان انت عايش في لندن بقى ويصاحبك، يعني كل حاجه بقى تتفتح لك، رخصك، رخص العربيه تتعمل وانت قاعد في البيت، ما انت بقى تيجي من لندن جاب موبايل، جاب حاجه، انت واخد بالك؟ ما فيش حاجه اسمها مخالفات، امشي بلطك على حسه في البلد. واخد بالك؟ ما هي مصريه بلدنا ماشيه كده.
فساد 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 فساد، ما هو هي مشاكل. بس انا عندي خبر حلو عايز اقول لكم بسرعه، الكونجرس في امريكا بيبحث قانون من شانه ان المواطن الامريكي يقدر يقاضي الدور العربيه. ليه؟ لان سبتمبر 11 اللي مات فيها الافات من الناس، الاهالي الناس ديت عايزه تقاضي حكومه السعوديه وتاخد تعويضات، فالكونجرس حاليا بيبحث الموضوع ده. لو اتوافق على القانون ده انا كمصري هروح اقضي مصر اللي هي بتعامل العلمانيين بالشكل سمعت ان اوباما هيستخدم حق الفيتو قدام القانون ده. مين راح يستخدم حق الفيتو؟ احمد باراك اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه. ده 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 الدلوع بتاع اخوان المسلمين. لا مش دلوع الاخوان المسلمين ولا حاجه، بس سمعت نوع السياسه بتفرض كده احيانا يعني. صحيحه بصراحه، انا ما بعرف، انا وجهه نظري انه هي بدايه لحتى يعني الانقلاب على السعوديه، يعني هو بدايه للانقلاب على السعوديه. صح، مثلا باراك اوباما الرئيس كمنصب رئيس راح يستخدم حق الفيتو ضد القرار هذا، ولكن هو يعني بشان يستغلوا السعوديه، او الكلمه ما عم تيجي على بالي بصراحه، يعني يقدروا ياخذوا منا اللي بدهم اياه بصراحه. يعني هاي هذا القصد، انا الكلمه بالضبط راحت من بالي. شو رايك ليث؟ شو رايك حبيبي في مقولة تقول أن السياسة لعبة لا أدري ماذا؟ إذا نظن أن السياسة معقدة مهما يكون، وأصلا نحن كلنا مختلفين في السياسات، وهذا أمر جميل، لأنه السياسة هو بوليتكس، معناها نشترك في المدينة، نشترك في الأمر الجماعي، ولازم تكون في آراء مختلفة. إذا من ناحية السياسة نضعها من جنب وممكن نتكلم فيها في حلقات. لكن حبيبي أحمد الشرقاوي أشار لنقطة مهمة وهي نقطة التعليم، وممكن نضيف إليها العدالة أو نضيف إليها الصحة. هذه الأسس هي أساس أي دولة، أي مجتمع حضاري، بمعنى أن بالتعليم تبني مواطن كامل الحقوق وفاهم لواجباته، وبالعدالة الصحيحة السليمة تحمي حقوقه وتعطيه المجال للتعبير عنها، لاستعمالها، ولطلب حقوقه، وللعمل بواجباته. وبالصحة تعطي المواطن قابلية أنه يكون عايش أفضل، وقابلية أنه لا يخاف من المرض ومن على حياته بكل بساطة. هذه الأسس بهذا الترتيب، تعليم، عدالة، وصحة، هي أسس أي دولة حضارية. هي ممكن أن تظهر سهلة وبسيطة بهالطريقة، لكن أمر معقدة جدا. كيف ندرس أبنائنا وكيف نبني مجتمع سوي؟ أمر صعب يأخذ سنين، وهي ثروة لا تشرب المال أصلا، لأنه لما يكون عندك شباب واعي ومتعلم ومتنور لا ثمن لهذا الشباب، ولما يكون عندك دواعش وجهال فهي حصرتها، وكم ستأخذ من مال للتخلص من هذا الفكر الجاهل. إذن مشكلة التعليم هي أساس ولب أي موضوع إصلاحي، أي صحوة كما يسمون، لأنه صحوتهم ظلامات ليست صحوة، هي صحوة على الدين وعلى الخرافات، ضد العلم وضد أي فكر تنويري أو نقدي. أي صحوة هذه؟ صحوة الشكليات. دائما لما نسمع كلمة صحوة 10 سنين 15 سنة 20 سنة من بعد نرى ظلاميات في كل ناحية، ونرى نرى مجتمع في الانحطاط التام، لا ما فيه رأس، ما فيه موسيقى. نعم حبيبي، صحوة التوحش. تمام، صحوة التوحش كلمة جميلة، لأنه هي تصحي فقط النقاط السلبية في أي مجتمع. يذهب الفن، يذهب الاختراع، ما فيه شاعر، ما فيه رسام، ما فيه موسيقار، ما فيه باحث، ما فيه بحث علمي، ما فيه أفكار متناقضة، ما فيه سياسة أصلا، ما فيه حتى سياسة بالمعنى الجدلي للكلمة، فيه فقط من يطبق الشريعة أكثر من الآخر. أنا أصلا صراحة في بعض الأحيان أريد أن أعرف ما هو الفرق بين فلان التيار الإسلامي وفلان التيار الإسلامي. الآخر يريد تطبيق كذا قبل كذا، والآخر يريد تطبيق كذا قبل كذا. أي فرق؟ هم يريدون مثلا يتكلمون على السياسة، لكن الإسلامية في السياق الإسلامي ما بقت سياسة في الأصل، لأنها ليست سياسة جدلية، ستكون سياسة المتدينون
وهذا نعرف ماذا تعطي، تعطي مقاتل ومجازر نراها عند السلفيات وعند الفرق السلفية، وإما سياسة شكليات بمعنى أنا أضع اللحية كذا وطولها كذا، وأنا زوجتي منقبة، وأنا لا أصافح الفلاني ولا أصافح كذا، وأقوم بالحجاب المجبر. فهذا شكليات، فراغ تام، فراغ تام. الإصلاح الحقيقي، النهضة الحقيقية تبدأ بحرية التدريس، بمناهج علمية للمضي قدما. أدرس أبناء الرياضيات، أدرسهم العلوم، أدرسهم الفن، أدرسهم الأدب الحقيقي، أترك لهم حرية التعبير. لا، لما يسألني لا أضربه وأقول له لا لا هذا كلام فارغ، هكذا يجب أن تكون أم لا، هذا جهل. مهما كانت ديانته، مهما كان المجتمع، يسمى جهل. بكل تأكيد أخي ليث. طيب أنا أحمد حرقان أخوي، بدي أسألك سؤال. نحن كملحدين، يعني الله الأخ إسماعيل غيرهم، يعني ملاحقين مثل ما بقولوا من هالمجتمع، هل نحن أثرنا على هالمجتمع برأيك؟ نعم بالطبع، كثير جدا يعني، تأثير ما كنا نحلم به يعني، وهذا واضح جدا من خلال عدد المشاهدات والتعليقات التي نتلقاها يوميا على منصات التواصل الاجتماعي. ليث، نفس السؤال، هل أثرنا؟ مدى التأثير؟ ومثل ما بتعرف يعني نحن ما بدأنا، صار 2 3 أكثر أطول فترة، يعني نحن ما لنا بادين من 20 30 سنة عم نشتغل على السوشيال ميديا، نحن عم نشتغل كلها صار 2 3 يعني، وبدايات. وبصراحة الكم هذا من البرامج اللي طلع كله في ال6 شهور الأخيرة، يعني ما طلع قبل، يعني كان البط الأسود لوحده عم يشتغل لمدة 2، بعدين جاء برنامج الجهر بالإلحاد، وبعدين جاء برامج تانية وعلى هاد يعني. فهل أثرنا بهالفترة القصيرة هاي؟ تفضل. ممكن نشير أيضا لنقطة الوسائل، لأنه نحن متواجدين من 2 3 كما قلت، على ما هو فرق رهيب مع القنوات الإسلامية ودعاة الجهل، هم هنا منذ سنين وأكاد أقول منذ قرون. وحتى الوسائل، حبيبي، ممكن شخص بصلعومي يظن أنك في استوديو، لكن نحن عاملين هانج أوت ونسجل على اليوتيوب ونلاقي مشاكل تقنية عظيمة. وسائلنا بسيطة جدا، وكثير من المسلمين يعملوا فانتازمات وأفلام هوليودية في رأسهم، يتكلموا على بيزنس الإلحاد وما أدري من هذه الكلمات الفارغة. في الحقيقة ما فيه شيء حبيبي جان، استخدم ال هدري كيف نسميها، البرينتر، لكي يعمل أشتاق أجهر من وراءه، ويشغل ويعمل ويكتب أشعار بورق وقلم رصاص. هذا هو البيجت، هذا 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 التكلفة، ما فيه أمور كبيرة. إذا من ناحية فيه نقطة الزمن. ليث، نعم حبيبي، كمان بلا ما أطول حديثك، أنا حابب بصراحة أفرجيهم الاستديو لأصدقائنا الصلاعمة، الاستديو اللي أنا عايش فيه، فما تأخذونا يا شباب، الكل يساوي ميوت مشان ما يطلع الصوت فالصورة تبقى. يعني هذا هو الاستديو بتاعي، شايفين؟ هذا هو الاستديو بتاعي، وهي الطاولة اللي بحط فيها، وهي دخاناتي وعصيراتي وكتبي وهالمسائل هاي، فمشان يعرفوا إنه الماسونية العالمية لا تقصر في، مثل ما بقولوا، في دعمنا. الماسونية العالمية وصلتنا إلى أبعد حدود. تفضل أخي ليس، آسف على المقاطعة. نعم حبيبي، أتمنى أنه كل الصراعمة يكونوا غسلوا أعينهم ويكونوا تلددوا باستوديو العظيم اللي نشتغل به. إذا أنا قلت فقط نقطة، هي نقطة زمن ونقطة مكان. لما نقارن، لأنه لما ناخذ نتيجة، أنا مثلا آخذ دول وأقول لك أنتجت كذا أو كمية كذا، لا معنى لهذا الإنتاج لوحده. السؤال هو من أنتجه، في أي زمن، بأي قدرات. مثلا إذا أخذت أنا 1% من إنتاج أمريكا، لكن دولة صغيرة لا قدرة لها أنتجتها، فهو إنجاز عظيم. إذا مش فقط قضية الكمية وقضية اللمس، نحن عشرات ممكن مئات الناس تشتغل، وتأثيرنا أكبر بكثير على حد مستوياتنا، أكبر بكثير. لأنه في الحقيقة ليس فقط أمور شخصية أو أمور أشخاصنا، هي في الحقيقة كبت في المجتمع، لأننا ملايين،
ملايين صامتين، ملايين مختفين، ليس فقط ملحدين، ممكن نقول زنادقة، ممكن نقول ذات فكر مختلف في المجتمع هذا، ممكن نقول معادون للفكر الديني المزمن، سميها كما تريد، لكننا ملايين، ملايين مكفرون، ملايين مهدرون الدم، ملايين ملحدون إذا أخذنا التعبير بالفكر الإسلامي. إذن فيه من ناحية المقدورات القليلة، الوسائل القليلة اللي نعمل بها، فيه العدد القليل والسنوات القليلة، والتأثير رهيب مقارنة لهذا الزمن وهذا المجهود. إذن أنا أتحي أنفسنا وتحيكم معنا وتحي كل المشاهدين، وأتمنى أنه لا ينتهي أبدا، فتحنا سيل لن يعرف بدايته من نهايته. بكل تأكيد ليث، يعني هي بداية، بصراحة هي بداية، ومثل ما بقولوا يعني رغم كل قنواتهم، يعني خلينا نقول التلفزيون دخل على بني صلعة من الأربعينات أو الخمسينات، قبلهم كان عندهم منابر المساجد كلها لألف وأربعمائة سنة، بعدها دخل التلفزيون، طبعا التلفزيون ما بلش إلا بالقرآن الكريه هذا، ولما بالتسعينات، ببداية التسعينات لمنتصف التسعينات طلعت الستلايتات هاي، وشيوخ عرصات محمد ولا عرصات الإسلام، يعني أنا ما بسميهم شيوخ نهائيا، عرصات الإسلام، يعني خربوا الدنيا، كل واحد صار عنده قناة مثل الزغبي والحيواني والشيخ يعفور وكل الزبالة هي. فنحن خلال سنتين ثلاثة بصراحة، يعني هي بعد هالثورات العربية المشؤومة اللي قامت، طبعا قامت شعوب جاهلة قامت فيها، قاموا فيها شوية شباب فهمانين، ولكن الشعوب الجاهلة انقضت عليها وخربتها، وشايفين نحن حالنا شلون صار. في خلال هالفترة هي السوشيال ميديا هي اللي دخلت بإيد الملحدين قدرت تهز عروش بصراحة، يعني خايفين هن من كلمة، يعني برنامج صغير على اليوتيوب يحارب يعني بأشرس الوسائل ومخابرات وشو عرفني وحكي، يعني بصراحة يعني لا يقال، فتأثير كبير. وأنا أبشر الشيوخ، خصوصا الشيوخ، نحن لكم بالمرصاد يا شيوخ، ونحن ما رح ندخل إلا على أبنائكم الشباب، رح نأخذهم منكم ونفتح عقولهم ضدكم يا شيوخ الإسلام، يا عرصات الإسلام، أنتم فقط عرصات. أخي أحمد دنانة، خليني معك بهالسؤال هذا، يعني بنفس السؤال هذا، هل أثرنا نحن على 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 هالمجتمع هذا؟ يعني أقل شيء خلينا الشيوخ مثل ما بقولوا ينفروا ويسووا مثل ما بقول استنفار في 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 عقولهم بشان الملحدين، يعني بنشوف حملات ضد الالحاد، انتي الحاد وما بعرف شو، وكل هذا منه البيزنس، ما انت عايز تبوظ له البيزنس بتاعه، هو بيعمل يعني. واحد مثلا زي علي جمعه ده، تفتكر مثلا ثروته دي من ايه؟ سري جدا، علي جمعه ده كان قبل ما يطلع يعمل البرامج الدينيه ديت، كان اللي هو كان مفتي الجمهوريه، وحاليا برضه بيسترزق من السي بي سي، وبيسترزق هنا وبيسترزق هنا، بيعمل فلوس جامده جدا. علي جمعه ده على فكره اللي كفر الدكتور سهل الامني قبل كده، وقادر دمه، راجل صعب جدا، راجل تشوفه كده تتضايق، تحس ان القلقانه ماسكاك من رجليك، مش مرتاح، لازم تقلب القناه، غريب علي جمعه ده. المهم ده بزنس كبير، انت عايز تبوظه له، بيعملوا فكه جامده جدا الازهريين دول. فانت جاي بقى تتكلم في علم بقى وتنوير، ويا جماعه في بيج بانج، ويا جماعه في ايفولوشن، والموضوع ده مش مفيش بغل بيطير، الكلام ده طبعا يستفزهم جدا، انت بتجننهم. احنا لنا تاثير، طبعا لنا تاثير. انا مثلا على المستوى الشخصي، انا بعد ما عملت معاك اول حلقتين، انا لقيت ناس بتكلمني، اصدقاء ليا من بلدي من الزقازيق، احمد احنا ملحدين، واحنا مش مصدقين ان في، انا طبعا ما اقدرش اقول ذكر اسمهم لان انا مش عايزهم يتضروا، يعني مش اشتغلوا عندهم اسر وبتاع. انا نفسي اشارك معاك، انا نفسي اعلق، انا مش قادر، معلش اعذرني، وبيتكلموني دي كلهم اكتر من شخص، يعني واخد بالك، مش مقتنعين بالهبل دوت، وما صدقوا شافوا برنامج زي البرنامج اللي عملته معاك بننتقد فيه صلعم والاحداث اللي حصلت في مكه وفي المدينه وبتاع، والناس دي لقيتها بتتكلم معايا وتاخد وتدي وتعبر عن اللي جواها لما تطمنوا لي ان انا زيهم، يعني فاهم. انا استاذنكم دي واحده دي واحده. ماشي. طيب ليث يا ريت تتفضل بمساله
جان ممكن اخذ هذا، تفضل اذا نعم حبيبي. انا شفت تعليق مهم وهي ناديه فرحي كتبت. بصراحه انا ما فهمته مزبوط يعني. انا مش ممكن، مش مشكله حبيبي. تعليق انا اثارني واريد ان اعرف منكم تفكيركم فيه. هي ناديه تقول لنا مساء الخير، اتمنى اخوتي ان تعلنوا خرق حقوق الانسان والمنادات على الجمعيات الحقوقيه ان حق التعبير حق غير قابل للتفاوض، وتهدأ الأوضاع حتى تعطوا لقضية إسماعيل كل المصداقية التي تستحق. أي رأيكم في الموضوع؟ أنا فقط أثرت هذا التعليق لأنه كان تعليق فيه مضمون، وكنت حابب أن أعرف أراءكم فيه. تفضل أحمد تفضل. أحمد حرقان حبيبي. أحمد حرقان نعم. خلينا حرقان من غير أحمد، وخلي أحمد الثاني من غير. أسف أنا متعود على أحمد. متخلي. تفضل حرقان. تفضل حرقان سيد حرقان. حرقان سيد حرقان. وإسماعيل بخير يعني. يعني إحنا كنا هنبدأ نضلنا يعني، أو بدأنا نضلنا مبكرا يعني جدا تحسبا لحجزه فترة طويلة يعني. لكن الآن هو بخير يعني، ويعني كل ما علينا الآن أن نسعى إلى تنوير الناس وتوعيتهم، وطبعا نشر ثقافة بقى حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي وقعنا عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسعي لألا يتكرر مثل هذا مرة أخرى يعني. صراحة بالنسبة لنا للانتشار، كنت عاوز أقول برضو نقطة كده، إن إحنا بالرغم إن إحنا مش منظمين، ما عندناش تنظيم، إلا إننا بمجهوداتنا وتناغم الأداء بتاعنا بيخلينا أنجح منهم بالرغم إنهم عندهم تنظيم يعني. فإحنا مجموعة من الناس من العراق، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، دول كثيرة جدا، و مع ذلك متناغمين بشكل رائع، ويعني متعاونين بشكل مذهل، ويعني يسعدني كثيرا جدا يعني، وفعالين بدرجة كبيرة بالرغم من أننا لا نمتلك تنظيم، ولا أتوقع أن نقوم نحن بعمل تنظيم على المدى القريب يعني. فهذا الشيء يعني إيجابي جدا، أحببت أن أشير إليه. بكل تأكيد. أنا أحبابي حابب أتخيل معكم، حابب أحلم معكم. تخيل لو كانت فيه قناة واحدة إلحادية على القنوات، قصدي اللي تدخل البيوت الصلاعمة. تخيل التأثير. هذه فقط قنوات على اليوتيوب كما قلت، قنوات صغيرة تعمل فيديوهات بوسائل تقنية بسيطة جدا. شفتوا استوديو الصهيوني والماسوني الكامل اللي عند الأخ جان، وكل التمويل الهائل. صراحة أنا أنتظر إجارتي من طرف الصهيوني الماسونية العالمية، لكن مش قابلين. إذن تخيل لو كانت في قناة احترافية لها صوت ولها صدى وتتكلم بحرية وتنقد الأديان بحرية. تخيل التأثير، رهيب رهيب. إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الإلحاد ينتشر في العالم العربي. أنا متأكد قريبا يعني راح تكون لنا قناة فضائية، وراح نعلن يعني نحكي اللي بدنا إياه بأعلى صوتنا، لأنه الوضع بصراحة يعني أنا متفائل جدا بوضع الملحدين يعني. مهما حاولوا، مهما صحيح شعبنا في يعني مثل ما بقولوا في تخلف شديد، في انحطاط، في كل شيء، ولكن عدد الملحدين اللي او خلينا نقول شلنا من موضوع الإلحاد، عدد الناس اللي صارت تفكر بهالدين هذا انه دين ما جاب لنا غير الخراب والدمار وكل هالانحطاط لبلادنا، صارت تفكر الناس انه اللي بيضحي بتستطاع الشاب. للأسف الشديد شفناه على الشاشات دواعش يضحون في اللي بتستطاعش إنسان، مهما كانوا يعني نحن مختلفين معهم، ما أنا مختلفين معهم، هو إنسان بالنهاية ممكن يأخذ لمحكمة وليس يأخذ للذبح والتضحية لإله لا يشبع من الدماء. فالناس بدأت تفكر، الناس صارت تفكر، وواضح واضح من الأعداد، والأعداد كتير مهمة يعني.
اليوم لما سنة 2007 انا لما كنت اكتب قصائد على اليوتيوب كنت مفكر حالي لحالي، يعني وحدي انا ملحد ما في غيري، ولكن بقى بالزمن عرفنا انه ملايين الملحدين موجودين، وهذه اكيد 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 راح يصير لنا قناة فضائية ونحكي اللي بدنا اياه، وما راح يقدروا يوقفونا. يعني نحن هلا كل واحد في بيته قاعد وعم يحكي وبوصل صوته للملايين، يعني انا متأكد راح نصل لكل الناس وكل الناس راح توعى. حرقان حرقان حبيبنا. طيب معنا اتصال من الاخ بدر. اخي بدر تفضل. حسين بدر. الو استاذ جان، اهلا وسهلا. علي صوتك اخي بدر. حسين بدر ولا بدر حسين؟ انا بدر حسين. نعم بدر حسين تفضل. نعم يا حبذا بس تفهمني عن موضوع حلقتكم، انا بعيد عن البرنامج. يعني هو موضوع حلقتنا تضامنا مع الاخ اسماعيل وحق التعبير، حق الحرية والتعبير عن الرأي. تفضل. أنا أتكلم صفتي سياسي عراقي طبعاً، وفي عندي خبرة في السياسة وفي القانون. أخي، حق التعبير عن الرأي هو مقفول في الأمم المتحدة ومقفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الشيء نحن نستغرب لماذا أنا لا أحمل هذه الدول الإسلامية، هذه الدول الفاشلة، لا أحمل المسؤولية. أنا أحمل وأحمل المسؤولية على عاتق الأمم المتحدة، عاتق المنظمات المعنية لحقوق الإنسان. لماذا تسمح لهذه الدول أن تنتهك القوانين، الصارخة لحقوق الإنسان، وأن تمنع حق التعبير عن الرأي؟ كل الدول الآن الأوروبية، هذه الدول التي هي تؤمن بالحرية وبالمدنية وبحقوق الإنسان، لماذا تفتح سفاراتها في هذه الدول وتقيم علاقات مع هذه الدول وكأنها دول تأتع لها شرعية ودول متطورة؟ أنا أتمنى أي دولة تنتهك حقوق الإنسان، تنتهك حرية التعبير عن الرأي، تنتهك المعايير الدولية والأنظمة والقوانين الدولية، هذه الدول تحاسب في الأمم المتحدة. القضية الثانية أيضا عن الأمم المتحدة أن تعالج هذه المسألة، وذلك أشر ما قبيل لها في هذه الدول الإسلامية المتخلفة والتي تصنف من دول العالم الثالث. هذه الدول لابد على الأمم المتحدة أن تنشر مراقبين، أن تكثف وأن تزيد من عدد المراقبين في هذه الدول، وذلك للحفاظ على حرية التعبير عن الرأي. أي دستور، أي قانون يعارض الأنظمة الدولية، يعارض الأمم المتحدة، يعارض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو دستور إرهابي. ولذلك لابد على الأمم المتحدة، لابد على الدول الكبرى، الدول العضوة العضوية الخمس الموجودة في الأمم المتحدة الدائمة، ما زالت تمتلك قوة سياسية وقوة عسكرية، عليها أن تستخدم كل الضغوطات على هذه الدول وفق المعايير والقوانين والأنظمة الدولية، وذلك للحد من منع حرية الرأي. فحرية التعبير عن الرأي هو حق مشروع لكل فرد، ولذلك علينا أنه حقيقة حرية التعبير عن الرأي لا يوجد في الإسلام. الإسلام للأسف هذا فكر إرهابي، فكر همجي، منع حرية التعبير عن الرأي. وللأسف الشديد نحن في القرن 21 وبال 2016 وما زلنا لحد الآن نخضع تحت هذه الهيمنة الدينية الفاشلة. أنا أضم صوتي وأعلن تضامني مع الأستاذ إسماعيل صاحب برنامج البط الأسود، وأشد إيدي على إيده، وطبعاً أؤيده. وأنا أحييك أستاذ جان، دائماً أتابع برامجك على اليوتيوب. تسلم يا طيب. وصراحة أنا كنت ما أتوقع أنه في عندك برنامج، يعني كنت فقط أتصل فيك هيك للصدفة للتكلم معك، ما أتوقع أنه تفاتح حلقة. هذه صدفة طبعاً جداً جميلة جمعتني، ولكن ايضا في نفس الوقت انا سعيد لشارك في هذه الحلقه، واعلن تضامني وتأييدي مع الاستاذ اسماعيل. شكرا شكرا لك اخوي بدر، وشكرا للمداخله الطيبه، واتمنى مداخلاتك على طول تكون معنا. وبصراحه رايك رائع، يعني انا اضم صوتي لصوتك، ويعني
مثل ما بقول راح اناقش الموضوع كمان مع الاخ دنانا. شكرا كثير اخي بدر. شكرا شكرا شكرا، مع السلامه. سلامات سلامات. طيب دنانا، احمد دنانا المره. ايوه باش. الامم المتحده هلا الدول الاسلاميه هي معظمها، يعني ما بعرف اظن غير السعوديه، بس ما هي موقع على حقوق الانسان، يعني كلهم موقعين على حقوق الانسان. طيب يعني اليوم في اتفاقيه بين هالدول هي والامم المتحده، لما هل هالدول هي عم تخترق هالاتفاقيه هي، شو السبب؟ يعني شو 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 السبب انه الامم المتحده انا اقول لحضرتك عليهم، اقول لحضرتك اللي بيحصل عندنا احنا، اللي انا شفته. اصل انا كان ليا اصحابي ضباط في الداخليه يعني في السجون وبتاع، وكنت اروح اقعد معاهم وقت لما انزل جنات مصر واتفرج على اللي بيحصل. يعني لما كان يجي المندوب بتاع اللي هو بتاع الامم المتحده ده بتاع حقوق الانسان ده، قبليه السجن كان بيتبيض وبيترش، والمساجين بيجي لها لبس جديد وبيوكلوهم لحمه واحسن معامله. قبليها كده باسبوعين ثلاثه بحس ان الجو يبقى مهيئ للزياره. تيجي الزياره تتمم كله تمام، انت مبسوط يا ابني، انت تمام، ما في حد بيضربك، في حد بيضايقك، لا ما فيش، يعدي الزياره على خير يمشي. مع الامم المتحده مش هتبعت ناس تقيم في السجون المصريه بشكل مستمر، فهم بيبقوا عارفين بميعاد الزياره. قبل الزياره بيظبطوا الليله ويعملوا لهم ترابيزه بينج بونج يلعبوا مش عارف ايه، وتلفزيون محطوط و100 فل و14، تمشي تمشي اللجنه من هنا، يرجع تاني ياكلوا على قفاه، عصرك تنزل مساجين صغيرين زي ما بتشوف في الفيلم كده، واخد بالك؟ ذل واهانه ومرمطه و اي حاجه عقلك تصورها بتحصل في المساجين في مصر وفي الاقليات يعني. فصعب جدا ان انت تحط لهم كاميرات بقى تراقبهم بيعملوا ايه الناس هناك، ما يعني هتعمل ايه؟ هما بيبعتوا اللجنه بتروح من وقت للتاني بتتمم، بتلاقي الوضع تمام، هتعمل ايه؟ فده هما بيتحايلوا بقى على القانون، فاهم؟ يعني هما ناس مش ستريت يعني، لان ده طبعا دي ثقافتهم، عندهم الابيض والاسود والرمادي، ما في يعني خد بالك؟ في لون في النص بيستخدمه لما بيتزني، عادي ممكن يكذب يقول لك كذبه بيضة، يعني هما بيفكروا كده، هما دي ثقافتهم. زي صلعمهم بالظبط. هتعمل ايه في حاجه زي كده؟ يعني ايه الحل في حاجه زي كده؟ بالضبط. للاسف الشديد حقوق الانسان هي ثقافه، هي ثقافه الانسان لازم يتبناها من ذاته، اذا ما تبناها هو صعب تنفرض عليه من برا. يعني ما اظن يصير فرض، ولكن هي تبدا من الذات، هي مثل ما بقولوا يعني اذا بدك تنجح بدك تنجح من ذاتك، ما حدا بينجحك يعني. طيب معنا اتصال من الاخ جون، تفضل اخي جون. جون اهلا اعزائي، اهلا اهلا بك، تفضل اسمعك، علي صوتك شوي كمان. مساء الخير يعني للجميع. مساء الخير يعني نعلن تضامننا مع الاخ اسماعيل وكل سجناء الرب الشرق الاوسط، يعني مستر فاطمه نعود، وان كانوا ليسوا سجناء وان القلب هناك بسبب آرائهم أو بسبب معتقداتهم. يعني هذا ما كنت أريد هو يعني أنكم تعقدون الأمل على الدول، يعني الدول الغربية لا يهمها أبدا مصير المواطنين في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، ولا تهمها أصلا حقوق الإنسان. ربما مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول الغربية يمكن أن تساعد، لكن الدول بنفسها ما يهمها فقط هي مصالحها المادية. يعني هل تعتقد أن هذا الغرب كان لا يعرف ما هي وضعية حقوق الإنسان في السعودية في 50 سنة الماضية؟ بالطبع كانوا يعرفونها، ولكنهم يفضلون البترول على 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 مصالح الشعوب المسكينة المقهورة، الناس الذين يجلدون، النساء اللواتي حولن الى 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 البضاعه، الى خيم ماشيه، خيم متحركه. الغرب لا يهمه، الغرب يهمه فقط التجاره، يعني الاورو والدولار والى اخره والى اخره. لا يجب التعويل ابدا على الحكومات الغربيه، يجب التعويل على منظمات المجتمع المدني، يعني منظمات حقوق الانسان الى اخره الى اخره الى اخره. هذه الدول اذا لم يتم يعني تضييق عليها ووحظها فهي لن تحرك ساكنة، لا من أجل السعود ولا من أجل مصر ولا من أجل مغرب، فقط إذا يعني تم الضغط عليها ومراسلتها وجعل المنظمات تسائلها إلى آخره إلى آخره.
فعندها سوف نتحرك بقليل من الخجل لفعل شيء. المنظمة المجتمع المدني فعلا يمكن أن تفعل شيئا، أما الدول فلا تعتمد عليها. الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي يعني أغلبها هو نتاج غربي، هو نتاج الولايات المتحدة. يعني من خلق بلاد؟ خلقت الولايات المتحدة ليحارب الشيوعية. مثلا أنا مغربي، في المغرب في الثمانينات كان الخوانجيون يقتلون الشيوعيين بالسواطير في الحرم الجامعي لمباركة الدولة. وعندما أقول الدولة المغربية، الدولة المغربية هي تابعة للسياسة، هي تابعة للمخابرات الأمريكية وللمخابرات الفرنسية. المخابرات الفرنسية تكفلت بقتل إذا كنتم تعرفون نوعا تاريخ المغرب، تكفلت بقتل معارض مغربي شيوعي في فرنسا، كان يدرس في السربون وقتلوه هنا، يعني بالتعاون بين المخابرات المغربية والمخابرات الفرنسية، لأنه يساري، واليسار يمس جيب الشركات الدولية، وهذا هو ما لا يريدونه، ولا يهمه كيف تعيش المرأة السعودية، يهمه يعني أن يقوم بالبيزنس. فالضغط المجتمع الهيئات المدنية على هذه الحكومات هو الذي سوف يجعلها تتحرك. ما أطلب منكم أن لا تكونوا يعني سدجا، لا تعقدوا الأمل على الولايات المتحدة أو إنجلترا أو فرنسا إلى آخره إلى آخره. مجتمعات يعني الأشخاص كأصخرة، هم فقط لديهم الأخلاق ولديهم الحس الإنساني، يمكن أن يحركوا الأشياء، أما الدول فلا تعرف عليها. أكيد أنا كل شكرا يعني كثير أخي جون، شكرا كثير، أشكركم جميعا، شكرا وأشجعكم إلى الأمام. شكرا أخي، شكرا. وبصراحة يعني الأغلب الأنظمة العربية فعلت نفس الفعلة، يعني علقت اليساريين بالإسلاميين وتخبيطوا بعضهم حتى تخلصت منهم اثنيناتهم، ولكن الإسلاميين فرخوا مثل الأرانب يعني شفناهم. أخي أحمد حرقان، هل تسمعني؟ برأيك يعني هل ممكن المنظمات الهيئة المدنية تضغط على هالدول الدولية او على يعني انا بشوف الشعوب هي المتخلفة، هي بذرت النظام المتخلف. يعني هل بامكان المنظمات الدولية تحدث شيء على ارض الواقع بمفهوم حق التعبير؟ تفضل. نعم، هذه المنظمات جزء من المجتمع. المجتمع باكمله اذا تحسن وعيه طبعا ستكون المشكلة قد حلت تماما. المنظمات هذه جزء من المجتمع، وكذلك مؤسسات الدولة والقائمين عليها. فمن وجهة نظري أنا دورنا يعني يتحتم علينا الآن السعي إلى تنوير كل فرد في هذا المجتمع وتوعيته ومساعدته على إعمال عقله بصفة عامة والتخلص من الخرافة، لأن أنا أرى أن الخرافة هي أس التخلف في هذا المجتمع، ورأس الفساد وأصله هي هذه الخرافة. إذا أنا على مستوى الشخصي لما تخلصت من الخرافة انقلبت حياتي رأسا على عقب، تغيرت بالكامل. بمجرد تركي للإسلام تغيرت نظرتي لكثير جدا من الأمور. يعني كنت في أثناء السلفية كنت مثلا أكره الآخر الكفار، أصبحت أحب الناس كلهم بعد ترك الإسلام فورا، أصبحت أحب الناس كلهم بعد ترك الإسلام مباشرة، أصبحت أسمع الموسيقى أحبها لا أكرهها، أحب الفنون بصفة عامة مثلا، تغيرت نظرتي للمثليين، لم أعد أحقد عليهم وإنما أحسست بتعاطف شديد مع هؤلاء، هذه أقلية مظلومة وبائسة وغير منطقي وغير عقلاني أبدا ما يعني يصيبهم من أذى واحتقار وما إلى ذلك، مع أن ميولهم هذه ليست بأيديهم، لم يختاروا أن يكونوا هكذا ولا شأن لنا بهم أساسا، ميولهم لا تزعج يعني لا تمسنا أصلا، هذا أمر خاص بهم، هذا أمر شخصي جدا. هذا كله أدركته بمجرد ترك الإسلام فورا، انقلب تفكيري بالكامل، يعني المنظومة كلها تغيرت، فأصبحت نظرتي حتى بدون أن أتعلم هذه الأشياء منطقيا وجدت نفسي يعني لا حاجة بي إلى كراهية مثلا المثليين، لا حاجة لي بكراهية الموسيقى، بمناصبة الناس العداء، بكراهية الآخر. فالخرافة هي أصل المشكلة في هذا المجتمع، وهي
التي يجب أن نوجه لها سهامنا يعني. أكيد أخي أحمد حرقان أكيد. طب معي اتصال من الأخ أحمد أظن، تفضل أخي. ألو، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. مساء الخير، تفضل. بالنسبة لحرية التعبير، إحنا هنا لازم نفرق ما بين نقطتين. أول نقطة هو إن لا توجد حرية تعبير في بلادنا، ودي مسألة إحنا ليس لنا تحكم فيها. إحنا يعني خارجين من تجربة سياسية خدتنا وراء 100 سنة في عدة دول عربية في توجه زيادة لقمع الحريات. فهذه الحالة محتاجة شغل سياسي، والشغل السياسي محتاج أحزاب، وزي ما احنا عارفين احنا ما عندناش أحزاب في أغلب الدول العربية إن لم يكن كلها. يظل الجزء الثاني وهو جزء نشاطنا احنا على المستوى الشخصي. احنا طبعا في بيننا وبين المجتمع بشكل عام أو المجتمع المتدين، في بيننا وبينه حاجز نفسي كبير. في المجتمع دوت بيتعرض لغسيل مخ تقريبا بشكل يومي، يعني بعيدا اذا من يعني استثنينا صلاه الجمعه، لكن في التلفزيونات وفي كل حته. فانت مجرد مساله اعلانك عن عدم ايمانك دي بتعتبر بالنسبه للشخص العادي باعتبارك يعني تجاوزت معاه في كل الحدود، وبينفجر فيك طبعا بكل انواع السباب. احنا دورنا من وجهه نظري ان احنا نحتوي هذا الكلام. يعني احنا ما ينفعش ان احنا نقول لواحد وجهه نظر فيشتمنا فنقوم شاتمينه وعاملين له بلوك. هذه المساله مش هتمشي بهذا الشكل. احنا لازم يعني نتسامى شويه. يعني احنا لازم يكون عندنا نقاط من كل شخص عنده النقاط اللي هو دارسها واللي هو يمتلكها ومعروضه بشكل بسيط، سواء بالنسبه لأوليات الدين كعدم معقولية الوحي، كتفنيد وهم الإعجاز اللغوي أو العلمي، بعد ذلك الرسائل نفسها، بعد ذلك العلم، كل واحد ونقطته. ولازم إن احنا نحتوي هذا الهجوم اللي في الغالب بيبقى سافل من أجل إيصال الرسالة، زي ما الأنبياء بيعملوا في القصص مش في الحقيقة. يعني انك انت يكون عندك القدره على انك انت يعني تتحمل من اجل ايصال الرساله. ده جانب. الجانب الثاني لازم يكون في برضه شغل سياسي حتى على مستوانا احنا، اللي يقدر يكتب منظمه حكوميه او جهه حكوميه دوليه لو في وقعه معينه حصلت. يعني موضوع اسماعيل برضه ما فيش كلام ان موضوع اسماعيل ومجموعه حالات قبل كده، الضغط اللي عملته السوشيال ميديا عمل فرق. فهو في فرق، في شغل بيتعمل. احنا دلوقتي برضو عصر التكنولوجيا فارق معانا. يعني احنا هذا الكلام ما كانش ممكن يتعمل من 15 سنه. فاحنا لازم نشتغل على المجالين، لكن لازم ناخد دورنا الشخصي ان احنا نشتغل في كل اتجاه. برضو كان في موضوع كان طرحه احمد النهارده، اتصور على الفيسبوك. انتوا سامعيني؟ سامعينك، اتفضل. اللي هو بتاع ان احنا بيتعمل علينا شكاوى كيديه وبتؤدي لاغلاق القنوات وحاجات زي كده. هذا الموضوع برضو لازم يكون فيه برضو نوع من انواع التخصص، ان انا بكتب للناس دي بشرح لها ايه اللي بيحصل، ان انا بعمل عرايض وبطرحها للناس ان الحالات اللي حصل فيها كذا وكذا وكذا، والشكاوى دي كيديه نظرا لانها انت بتقدم فكر مرفوض من المجتمع او مرفوض من الارهابيين بهذا الشكل. برضو يمكن ان احنا نركز مجموعاتنا كلها من خلال يعني من خلال اداره واحده تستطيع هذه الاداره انها تروج للمساله، سواء من خلال الفيسبوك او اليوتيوب في دعايه، لانك انت لما بتبدا تبقى عندك جزء مدفوع. الشركات دي بتفكر مره واثنين قبل ما تحذفك. يعني لما بتلاقيك انت زبون، دي برضو مساله. طبعا هي المسائل كلها طبعا محتاجه شغل ومحتاجه فند ومحتاجه حاجات كتير، محتاجه امكانيات. اخي بصراحه اتفضل، محتاجة إمكانيات. يعني مشكلة في أغلبنا شباب فقراء، يعني جايين من طبقة مي الطبقة الغنية حتى، يعني يمكن يصرفوا على الأعمال الفردية. أصلا هي مثل ما بقولوا يعني تشارتي، يعني هي هو يعني لذلك المفروض واحنا وصلنا الى هذه المرحلة ان احنا ممكن نعمل يعني كيان رسمي او غير رسمي
بحيث ان هو يبدا يقدر يعني اللي عنده قدره انه يساعد في الجزئيه دي يساعد، واللي عنده قدره يساعد في الجزئيه دي يساعد. ولكن بشكل عام لو احنا توحدت المسائل في مجموعه كبيره، يعني مثلا لو الصفحات كلها بقت تابعه لحساب واحد وهذا الحساب بقى حساب مجموعه معينه مكونه وبيحصل له دعم وعنده حد مسؤول عن الاتصال بالشركات دي، عنده قدره على الدرافتنج بشكل كويس بالانجليزي، يفضل انه يكون موجود في امريكا او في اوروبا فيقدر يعمل اتصالات مباشره بالمسائل دي. يعني دي محتاجه تنظيم، لكن الطفره اللي حصلت والقفزه اللي حصلت كبيره، وهناك رعب من رجال الدين بشكل عام رغم كل هذه الصعوبات، ورغم ان كل ما حد يفتح محطه يطلع يقول كلمتين يقفلوها له، او يفتح صفحه يقول كلمتين يقفلوها له، وهم كذلك عندهم مجموعات على الانترنت بتطاردنا هنا وهنا وبتكتب هنا وهنا. لكن الـ من 2000 او من 2000 للنهارده العالم اختلف. يعني سنة 2000 مثلا، زي 10 سنين من النهارده سنة 2006 مثلا، لو انت هذا الموضوع فتحته مع اي حد او طرحته مع اي حد انت هتصبح منبوذ على طول. النهارده في تقبل، النهارده في استماع، لكن انا زي ما بقول لك هي فكرة ان تسمع. احنا يعني مسألة انك تسمع، يعني مسألة انك انت ما تاخدش المسائل بشكل شخصي. فشخص قال لك انت كافر ابن 60 كلب ملعون ابو امك، يعني لازم تقول له يعني ماشي يا سيدي ملعون ابو امي، بس اسمع الكلمتين وبعد كده العب زي ما انت عايز، لان الجزئيه دي احنا محتاجينها. فاحنا محتاجين شغل على المستوى الشخصي ومحتاجين شغل على المستوى الجماعي، والحمد لله يعني كلكم يعني واضح الاخلاص الشديد في المساله. فيعني احنا لو نظمناها بشكل اكثر المسائل هتبقى احسن. والحمد لله على سلامة اسماعيل، ده انتصار ان هو راح. شكرا كتير اخوي. اي حاجه لكن يعني في الفتره اللي جايه هتكون الاشياء احسن طالما احنا مصممين. الف شكر. شكرا كتير لك. طيب حبيبي جان، ممكن نشير فقط النقطتين الاتصال الاخيره؟ بس قبل ما تشير بصراحه انا عجبتني الصوره اللي حطيتها. سلام التعليقات. انا فقط استغل الفرصه اشير النقطتين. اولا نتكلم على حلقه عملناها مع احمد حرقان حول موضوع اغلاق الصفحات والمشاكل هذه. والامر الثاني اشير انه احمد عمل قناه ثانيه اسمها حرقان لايف، واتمنى ان المشاهدين يذهبوا ويشاركوا في القناه لانه مهم هذا الامر، تكلمنا عليه في هذه الحلقه وهو مهم جدا. بالنسبه للصوره، انا كان عندي صوره ثانيه كنت حابب اعمل لها تعليقات، لكن ممكن سال حبيبي سال. اهلا بك عزيزي. اهلا وسهلا سال، تفضل. مساء الخير. اسف على التاخير، الشغل اخذني يا شباب. كان يسعدني أكون مع الصحابة الأجلاء من الأحمدين والنبي جان والنبي الآخر نبي لي. آسف تأخرت عليكم، كنت أسمع وكنت فاكر إيفن حتى الحلقة انتهت، فخلينا أسمعكم حتى أتواصل أفكاري معاكم. بليز كيب جوين. تفضل ليس. مرحبا حبيبي صار، دائما سعد. أنا كنت حابب أخذ صور من M80 كالعادة وعمل تعليقات. شوف هذه الصورة حبيبي جان ستعجبك كثير. في الملاك في الملاك الصغير هكذا يقول للرب خالق الأكوان والعالمين: يا رب، هناك أمور تحدث هنا نحتاج إلى بعض الاهتمام. فيه تحت أعاصير، أوبئة، إرهاب، زلازل، مجاعات، حروب، دمار، بلدان تنهار. أصمت يا أحمق، ألا ترى أنني مشغول بلعن امرأة خرجت حصلة من شعرها مكشوفة؟ صراحة هذا هو إله الإسلام، تارك الحروب وتارك الإرهاب وأخذ وقته يعس في شعر امرأة خرجت من فوق العجل. لا هو مشغول بواحد عم بيشخ يعني واقف. أنا آسف عايز أقاطعكم عشان في واحد هنا عايز يحييكم على المجهود اللي بتعملوه لنصرة الأقليات والنسلين جنسيا، لأنه هو مسلم جنسيا وبيشتغل معايا، بيشتغل عندي في المحل. يعني هو عايز هو اسمه جاي. كم جاي؟ ومساعدتنا؟
Hello. Hi, Jay. Hi, how are you? Hey, Jay. Hi, Jay. I want to thank you guys for all your efforts in supporting the minorities in the Middle East. How are you guys doing? Hi, Jerry. How are you? Doing good. You're lucky you're working with a great man. Oh, yes. Yes. Yeah, I enjoy it too, very much. Do you understand what we're talking about here, or does he explain to you? Yeah. Great. So what do you think, Jay? What do you think what we do now? Well, I think it's a good thing. Do you think the Muslims now, they're gonna vanish soon or later? Okay, I didn't quite understand that question. I'm saying, do you think like the Muslim ideology, like Islam, they're gonna finish soon, maybe soon as like 10, 20 years from now? I really don't know. I'm not used to doing things like this. Okay, I'm gonna let him take over for me, okay? All right, no problem. Okay, it's been nice talking to you guys. Keep him a little bit, I can converse with him. Okay. Are you there? الحقيقة أنا تعمدت إن جاي يعني say hi to you guys علشان أنا عايز أقول لأصدقائي في مصر وبالذات مدينة الزقازيق التعبانة دي والثقافة المريضة إن المثلي ده مش جرثومة مش حشرة، المثلي ده إنسان زينا هو ميوله الجنسية كده ودوافعه الجنسية كده وما ينفعش إن إحنا نحتقره أو نقلل من شأنه لأنه ميوله الجنسية أو دوافعه الجنسية مختلفة عننا. هو إنسان وعلى فكرة أنا أشتغل معايا في المحل هنا ناس كتيرة، يعني شغلت ناس كتيرة. جاي أمين جدا وبيحترم مواعيده وبيقوم بعمله على أكمل وجه وما عمره ما طلب حاجة زيادة. مثالي لو هجيب روبوت من اليابان مش هيعمل الشغل اللي بيعملوه. He's a very good guy. فاحنا ما نقللش من شأن المثليين لان هي يعني هو دي حاجه شخصيه بتاعته هو، انت ما تتدخلش فيها، ما تحكمش على الناس من خلال جنسهم. فيا ريت نغير فكرتنا ديت، يا ريت نغير الثقافه المريضه دي بقى، نسيبنا منها بقى، نسيبنا من الأهم الهام القرف ده. كنت بشوف زمان مناظر، لو مسكوا واحد، لو عارفوا ان واحد شاذ ينزلوا فيه ضرب مميت، ممكن يموت في ايديهم. طب اي حق انت بتدي نفسك الحق ده تضربه؟ يعني انا مجتمع مريض، مجتمع علاج يحتاج للعلاج. بس طبعا هي عفوا احتقار المثلي من قبل المؤمن هذا يطعن بالوهيه الاله، لانه اذا المؤمن يؤمن في خالق فالعيب في الخالق وليس المخلوق بالنسبه للمؤمن. اما كانسان مثلي او غيري او شبهي whatever it is، يا اخي هذا في جيناتهم. شخص ماذا دخلك فيما يعمل في غرفه نومه؟ بس احنا تراثنا لان تراث جمعي، واحنا طبعا كلها موجوده عندنا في تراثنا. انا متاكد يعني في هذا منتشر السحاق والمثليه منتشره جدا في بلادنا المكبوته جنسيا، بس لا يستطيعون الافصاح عنها. لكن هنا في بلد الحريات اوف كورس بامكان واحد يحكي اي يعني يقول ما يشاء ويعبر عن ما يشاء حتى عن مثليته، وما حدش له شغل يعني صراحه. شو دخلنا احنا فيما يعمله الاخرين؟ لحد الان اثبتوا وما في داعي اثبات اصلا، بس حتى خاصه المؤمن اثبتوا انهم ناس رائعين مجتهدين حالهم على اي شخص، وصلوا حقوقهم اخذوها هنا، يستطيعون التبني والتزاوج فيما بينهم، وكمان في الشهر القادم، نهاية الشهر القادم راح يكون أكبر مهرجان للمثلية في واشنطن هنا. طبعا دعما مني أروح دائما على هذا المهرجان وأشارك مهرجاناتهم، غاية في الروعة. ومجتمعاتنا أما يقبلون هذه الأمور أو خلي محمد راكب على رؤوسهم وهو الحيض بتاعه وعلم الطراد.
اذا كان محمدهم نفسه وعدهم في الجنه بغلمان، غلمان يعني شباب صغير كده يناموا معاهم. يعني هم اصلا يا باشا يا باشا ما تخليناش، بس الدول الخليج كلها معظمها فيها شباب كتير جدا. ده دييجو كانوا بيروحوا نيويورك عشان يمارسوا الجنس هناك بحريه. انا والدي كان مدرس، والدي كان مدرس في الامارات، كان العيال في ثانوي يا استاذ يا استاذ بيخش هناك الحمام، ومفيش مدرس مصري يفتح بقه ويقول العيال دي بتنط على بعض في الحمام يروحوا مصر على طول. مين احمد؟ بس احمد حرقان بده عنده كلمه، تفضل احمد. لا 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 انا اعتراضي على لفظه شواذ، بس هم مثليين يعني، هم ايضا مثليين بالضبط. انا اسف اذا كنت قلت شواذ، هم مثليين مثليين فعلا. لكن لكن انا برايي احمد حرقان يعني الشواذ وين بيكون؟ الشواذ لما بيكون يعني هلا مثل السعوديه، يعني هلا الطبيعه روح بكل الكائنات الموجود تقريبا 10 إلى 11% مثليين، أغلب الكائنات طبعا. بالإنسان إذا تجي على دول أوروبية مثلا متحضرة هي نفس النسبة من 11 ل 12 ل 13% مثليين، ولكن بدول الخليج يعني في دراسة بجامعة الرياض بالذات المثلية وصلت ل 40%. يعني هي لم تبقى مثلية، يعني هي مثل ما بيقولوا اضطرار لممارسه. افتكر بسبب ان هم مغطيين نسوانهم، هم مش سايبين الموضوع كده عادي زي اوروبا وامريكا، الشاب والشابه يحبوا يعملوا علاقه ويجوا يجربوا الجنس. لا لا لا، هم في طبعا الاسلام طبعا بمرضه دوت ان الست لازم تفضل فيرجن لغايه لما تتجوز، وان ما ينفعش ان الست حد يشوفها وما فيش علاقات. فطبعا الكابت الجنس ده هيروح فين؟ طبعا بيتلموا على بعض البنات وما في صحاب، ولما بيتلموا على بعض الولاد بيمارسوا الجنس. فهو جت من هنا من الكبت، كل ما في كبت كل ما تزيد نسبه المثليه. حبيبي لهذا السبب شو البلدان الاسلاميه دائما مغمومين الوش، الوش مغموم والقرف والاب حزن. يعني تكون مع بالمناسبه ذكر المثليه والغيريه، انا الصراحه يعني داخل الامر الانسانيه فقط، انا لا اسمي نفسي غيري ذاك في ذاك الشرط لي هذا، لأنه خاصة في البلاد الإسلامية لن بالضبط تمشي عكس الطبيعة البشرية. أول مرة دخلت المدرسة هنا طبعا ما في كان دراسة مختلطة في العراق في ذاك الوقت، يعني الشيء يشرح النفس وبعدين أصبح عادي، وهذا محرومين من هذا. لو يعرفون الشباب المسلم، لو يعرفون خلط الجنسين ما له من وقع إيجابي على النفس. بس لأنه محمد حبيب ابو حميد، احمد حرقان اي لاف يو، محمد حلل كل شيء لنفسه، حلل الشذوذ مثل ما اسميه هو الشذوذ، حلل الشذوذ لنفسه، حلل 63 زوجه، ومش حتى ما كانش يعرف ينكح على ما اظن. هو في كان عنده فد يعني في مشكله كان بده مساعدين نصل اليه. عفوا عم بقول كان بده مساعدين يعني. يس يس نو نو another thing، يعني كان جرب الصغيرة 6 سنوات مش نافعة، جرب 70 سنة مش نافعة، جرب برجلين مش نافعة، بعدين جرب 4 أرجل مش نافعة. هو العيب فيه بس هو مش عارف، فصار ينكح البهيمة والهذا وما ما زبط معه. بس للأسف عبر يعني مشى أمراضه على الأمة الإسلامية ويعتبروه نبي من أروع ما نزل للأرض، وصراحة أقبحهم. كان يلبس حتى ملابس عيش الداخليه، وكان ملابس الداخليه صغيره حرام. هو كان بس يلبس الكلسون بتاعها، يعني لا تصدم الزلمه. طب انا بصراحه يعني مشان ما نطول كمان، انا رايي كلمه اخيره من كل صحابي من صحابتنا الحبايب هذول. احمد حرقان يا ريت كلمة أخيرة بهالموضوع، بموضوع حرية التعبير. كلمة أخيرة لحرية التعبير، إحنا ممكن ننتزعها انتزاعا يعني، ونحن لا نتوسلها يعني، وسنحصل عليها بكل تأكيد يعني. بكل تأكيد. ليث معك الميكروفون، تفضل. نعم حبيبي، حرية التعبير هي من أسس أي حرية.
لأنه قبلها في حرية الضمير، أنك حر أنك تفكر كما تريد وأن يكون ضميرك حر مطلقا في هذا الأمر، والحرية التي تأتي من بعد هو التعبير عن هذا الضمير. إذن حرية التعبير من أسس أي مجتمع سليم، فيه ضوابط فيها سياق، لكن هي أولا حرية مهمة. وممكن وما أحلى أن نعبر على أي حرية بالكاريكاتير مرة ثانية، مع أم 80 يعطينا المعنى الحقيقي للدعاء. يا من تعلم كل شيء وتقدر على كل شيء، أرجو أن تستجيب لمزاجي الشخصي وتتخلى عن تنفيذ ما كنت تنوي فعله لكي تستبدله بشيء مختلف أريده وكنت تنوي فعله أيضا. آمين. المعنى الحقيقي للدعاء حبيبي المؤمن. شكرا جدا. شكرا شكرا ليث. سالم، كلمة أخيرة بتحب تقولها، مع أنه أنت لحقتنا بالأخير وما استفدنا من علمك الكثير متمرد. هذا أتمنى صراحة، أتمنى يعني شعوبنا هذه البائسة تعرف معنى الحرية اللي أنا أحكيها عن نفسي دائما. أول مرة فعلا شعرت بطعم الحرية والإنسانية في مدينة نيويورك كرجل غريب أو مهاجر، ويشعر أنه في حرية مطلقة بكل معنى الكلمة. نحن نعرف الحرية يعني كاسم، كحرف، كحروف، مجموعة أربع حروف، لكن لم نمارسها في بلداننا لما يسمى أوطان، وهي ليست أوطان، هي مقابر جماعية. لو يفهموا معنى الحرية بإمكانهم يمارسوا هذه الطقوس اللي يحبون يمارسوها طبعاً للجميع ما عدا الإسلام، الإسلام مرفوض من جانبي تماماً لأنه مش ديانة، عصابة. لو بس يعرفوا معنى الحرية وكيف يعيشوها ويتمتعوا بهاي الحياة وبكرامة، بكرامة، ليس برجل دين معتوه ولا بنبي معتوه ولا بكتاب معتوه، إنسان حر مطلق بكل معنى الكلمة. أتمنى أن يعني أدخل في عمق بهذه الكلمة، لكن للأسف غير موجودة هنا. ودائما يثيرني أشوف ناس في الشرق الأوسط وخاصة الآن في داعش، ما سهولة ما أسهلها من يكلبش المواطن ويقتلوه. حتى يعني هذا ربط هذا المواطن تقريبا مستحيل هنا في أمريكا، مستحيل، لكن لا يعرفون معنى الحرية فعلا. وهذا الأمر يؤلمني بشكل، لا يعرفون معنى الحرية. الحرية اسم موجود في القاموس في الديكشنري العربي لكن لا يفقهوه. وأنا أعتقد جان، في واحد أحمد دنانا اللي عايشين في الغرب فعلا يشعرون هذا السبب. حتى المسلم لما يزعل من عند هنا أرفضه تماما، يعني بإمكاني أن أبطش فيه لما يوصل لإنسانيته وحريته. وهذا اللي لا يستطيع فهم الإنسان الشرق أوسط وخاصة المسلم للأسف. أتمنى أن يعني مع قناة جان، قناتي وقناة إسماعيل وشبابنا وأحمد حرقان وليث الرائع وكل شبابنا، أتمنى كلامهم يأخذوه الشباب، شباب الشرق الأوسط برحاب الصدر، حتى يشوفوا بإمكانك تقول أو تعمل ما تشاء ما دام أنه لا يؤذي الآخرين. This is it. والإسلام مرفوض again. وأنا لا أحترم محمد، وسألني أحد الأشخاص actually امبارح، أنت تكره الإسلام؟ قلت لنا أنا ما لا أكره الإسلام، أنا أحتقر الإسلام. وشكرا. بالطول بالعرض سندفن الإسلام تحت الأرض، يعني انشاءه وانقبه وسندفن الإسلام تحت الأرض، وسننقذ هالشباب هدول من هالوسخ هذا اللي بسموه إسلام. بشكرك كتير سال، والكلمة الأخيرة معك أخي أحمد. تفضل أخي أحمد. بمناسبة بالطول بالعرض، احنا كنا بنهتف في اسكندرية مع انا وصحابي بالطول بالعرض حنجيب سبحانك الارض. سبحان الجلدة مغير، سبحان الجلدة مغيرة الاحوال. سبحان الجلدة. تفضل اخي احمد دنانا. طبعا حرية التعبير دي من حق كل بني ادم، يعني البلاد اللي ما بتديش للمواطنين حق حرية التعبير ان هو يعبر عن رايه، احنا عندنا هنا في الدستور بند من الدستور فريدم اوف سبيتش، ف يعني تسميها دوله ازاي؟ طبعا سميها اي حاجه بقى، عصابه، جانجسترز، يعني اي حاجه، بس ما تبقاش دوله يعني. طب
من حق كل انسان انه يعبر عن رايه طالما ما فيش اذيه للمجتمع، ما بيسببش اذى للمجتمع، واحنا هنفضل نعبر عن راينا ونفضل نتكلم. وانا قلت قبل كده احنا لا بنطلع في مسبيرون نتكلم عن الالحاد، ولا بنطلع في جورنال الاخبار ولا الاهرام ولا الجمهوريه نكتب مقالات عن الالحاد، احنا بنتكلم على موقع التواصل الاجتماعي اللي هي ليس لها علاقه بالحكومه يعني. فمش من حقك ان انت بقى لما تشوف رايي في فيديو على يوتيوب ولا على الفيسبوك انت بقى تيجي لي بقى وتقول لي ده انت وبتقول وانت مسلم ولا مش. لا يا عم انا مش مسلم، انت ايه مشكلتك كده يعني؟ كل ده من حق اي حد ان هو يعبر عن رايه، دي جريمه ازاي؟ واحنا مش هنسكت، احنا زي ما احنا كده كل يوم فيديو كل يوم شيرز على الفيسبوك ننتقد في هذا الدين العنيف اللعين اللي سبب كل مشاكلنا في الشرق الاوسط. متشكر ان انتوا يعني شاركت معاكم النهارده، شكرا. بشكرك كثير اخي احمد. وفي الاخ ليث بده يشاركنا موسيقى. اخي ليث برافو برافو. ليس هذا عزفك؟ نعم حبيبي. رائع رائع. شكرا. على فكره انا دارس موسيقى يعني، انا دارس عود ودارس بيانو يعني. روعه روعه حبيبي، شيء رائع يعني بصراحه، شيء رائع. وانا راح اطلب منك بعض المعزوفات على الجيتار الحلو هذا بصراحه يعني، مشان اعمل فيديوهات اخرى. ما بعرف اذا نعم مش مشكله تماما حبيبي، انا في الخدمه. تسلم تسلم يا طيب، انا راح ابعث لك على الفيس على كل حال. طب اصدقائي وصلنا لاخر الحلقه وما نطول عليكم يعني، اسفين كثير انا على الانقطاع اللي صار بهالبرنامج هذا. انا عائد وهي بدايه مثل ما بقول الرحله، وجاي لمحمد حتى اشوف الامل الموجود بدأن محمد ونطالع الامل ونفرجيه للناس انه هذا واحد ابو دأن امله يعني. فتفضل. عفوا اسف لمقاطعتك، بس حبيت قبل ما نترك احنا شبابنا ضروري المسلمين عم يعني يعملون ريبورتات على قنواتنا، فضروري حتى الشباب كل من يستمع انه المشاركه شارك ولايك وهذه الامور يعني السبسكريبشن سبسكرايب للشانل. انه المسلمين انا عرفت من موقع الامه يعني يتفقون يعملوا من 20 الى 100 ريبورت بدقيقه واحده. سو المفروض شبابنا الكل يشترك يعني، الجمهور احمد هو جمهور جان، جمهور سال، جمهور اسماعيل. المشاركه ضروري ينوع عندهم ميكانيزم اللايك هذا، لما تضغط لايك هذا يؤثر على شعبيه القناه يعني يرفع القناه عند يوتيوب. فأنا أحث الشباب صراحة يعني، أنا قناتي محجوزة الآن الرئيسية، والقناة الثانية كمان يمكن أسبوعين أو ما أعرف شو، بس الطلب من الأخوان أنه ضروري المشاركة والاشتراك في القنوات والنشرها يعني. هذه الحلقة أبسط ما تقدمه أنك تعمل لايك وشير إت إميديتلي يعني، شير إت بنفس الوقت. شكرا. بالضبط بالضبط سال يعني، بصراحة أنا بعتذر إنه أنا ما عم بقدر يعني، ما من عادتي أقول يا شباب شاركوا أو شيء، لأنه ماني متعود بصراحة، ما بعرف يعني، ولكن سأعود نفسي يا شباب شير لايك أرجوكم يعني، مثل ما بقولوا نحن بحاجة إنه نوصل صوتنا للناس حتى نوعي الناس، هي يعني ما في غير هالطريقة إنه نوصلنا صوتنا بيبي. تفضل تفضل يعني، لا تكلف شيئا، الامر لا يكلف اي شيء، هو الزر الاحمر سبسكرايب هيت ات بليز جو تو ماي شانل يعني، روحوا للجسور، الدعم مطلوب او يسكرون القناه يعني. المسلمين شيمه الغدر والخيانه موجوده يعني، ريبورت افتر ريبورت افتر ريبورت. سو المطلوب الدعم،
immediately هذا الحلقة لايك and share subscription that يعني a must. هذا أبسط شيء ما يمكن تقدمه. يعني هنا عندنا كم 5 قنوات فقط. أحمد سكروا له اليوم أحمد حكى لي فيسبوك سكروا لك الصفحتين صح أحمد؟ نعم نعم أنا ما بليز المشاركة 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 يعني هذا المطلوب أبسط ما يمكن تقديمه. وجان يعني صراحة عم بتقدم أنت جهد رائع ضروري أبسط ما يقدم المستمع أو المشاهد هو المشاركة والنشر that's it يعني 2 clicks وشكراً مرة أخرى. شكراً شكراً لك سال وأنا قال آسف حبيبي قال نبينا جورج من ساند بلايك أو تشير كتبت له قردة رواه عبد الجلد. أنا أريد لا أريد قردة أنا أريد حورية. أنا أوجه سلامي وتحياتي لنبينا نبي جلدة الحنفية. كنت أتمنى بصراحة أنا بعثت له اللينك ولكن اللينك الحلقة اللي ما قدرنا ندخل فيها مباشرة هذا هي لينك جديد. وأسف كتير يعني نبينا أكيد راح يكون معنا نبينا very soon مثل ما أقول قريبا قريبا. وطبعا أنا أشكركم أصدقائي على المتابعة مثل ما قال أخي سال يا ريت تشاركوا الحلقة وكل الحلقات بالفيسبوك بتويتر بكل مكان ممكن تصلوا له حتى نوصل صوتنا لأهالينا المخدوعين بهالدين هذا ونايمين بالعسل مثل ما نقولوا نايمين بعصر الانحطاط. شكرا لكم أصدقائي إلى اللقاء في حلقة قادمة إلى اللقاء. شكرا شباب شكرا 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 حبيبي.